تتميز قرية البوم السياحية بموقعها الفريد والمطل على خورد بي، حيث المناظر الرائعة والخلابة، والتي من المنتظر أن تكون القرية جاهزة كليا لاحتضان الفعاليات بدءا من 19 من الشهر الجاري، كما جاء افتتاح أول بصمة جديدة لمطعم زمان أول ما يتحول في أولى خطوات التحديث للقرية. زمان أول سميناه ما يتحول، لأن زمان أول عمره ما بيتحول، ودائما يمس فينا شيء داخلي خلينا نحافظ على تراثنا، نحافظ على حياتنا اللي إلها أصولها وإلها قوانينها اللي كانت يعني جميلة، ومعيشتنا حياة جميلة بطابع مميز. فكرة المطعم جاءت لأن تميزنا كقرية بوم سياحية في الأعراس من 33 سنة، واهتمامنا بالأكل المحلي وتميزنا في الأكل المحلي خلانا نفكر نوجد مطعم بروح تراثية تشمل المباني والعمران، زايد أكلنا الإماراتي المميز يقدم بطريقة مميزة، سواء طريقتنا التقليدية الاعتيادية زايد الطريقة اللي هي نحن أضفنا بعض الفيوجن عليها أو التحديث، بس بطابع تراثي وحافظنا على الطعم مثل ما هو معروف لدى الجميع. يذكر أن مطعم زمان أول، والذي يتميز بموقعه الفريد على خورد بي حيث الإطلالة الساحرة، يوفر للعملاء تجربة رائعة لتناول أشهى الأطباق الإماراتية التقليدية، ويتميز المطعم بتصميمه الذي يمزج بين الحداثة والمعاصرة ليبدو وكأنه لوحة موزاييك بديعة الجمال. ثقافة التراث مو من خلال الشكل فقط، من خلال المعيشة، كيف أقدر أعيش في مكان مثل هذا وأحس نفسي أنا لا في زماني هذا، بس وأحس بعد أني أنا بعد في الزمان الأولي هذا أخذ منه خيوط معينة. هذا ويغوص الزائر للقرية بشكل أعمق في تاريخ الإمارة الزاهر، حيث مركب العارف السياحي والذي يعود تاريخه لأكثر من 80 عاما، حيث كان يستخدم في أعمال التجارة ما بين دبي وعدد من الدول الآسيوية. والله شوف، هو مطعم زمان أول موجود في قرية البوم، وقرية البوم يعني من الأشياء اللي نحن ربينا عليها، يعني أنا استمديت الكثير من وحي التراث اصلا من زيارتي لهالاماكن، ولاني انا ربيت في بيئه يعني كانت تشجع التراث وتحافظ عليه سواء كانت في البوم او خارج البوم، فحلو ان احنا رجعنا لهذا المكان وفي طور تجديد هذا المكان واعطاء يعني روح تراثيه عصريه، سواء كان من المطعم اللي نحن فيه او كان من طبعا الفريج خلينا نقول القريه المستوحاه من الفريج. وبالعكس انا جدا سعيد ان نحن في بدايه مشوار جديد في تأسيس صراحة أو تطوير التراث. ومن جهة أخرى، فإن قرية فريج التراثية والمستوحاة من المسلسل الكرتوني الشهير تحتضن شخصيات المسلسل الشهير بعدد من المباني، والتي يستخدم بعضها للغرض التجاري وأخرى كمواقع تراثية، كما يستخدم بعضها أيضا للفعاليات التي تقام بمطعم زمان أول. هذا وتوفر القرية عددا من 4 سفن سياحية تقوم بجولات داخل الخور، وتقدم على متنها وجبات العشاء للعملاء ليقضوا أسعد اللحظات برفقة من يحبون من الأهل والأصدقاء. يشار إلى أن قرية البوم السياحية تعمل منذ أكثر من 33 عاما، كما أنها معروفة بخدمات التمويل الخارجي بفروعها المنتشرة في كل من دبي وأبوظبي والشارقة.